السادسة صباحا في القاهرة، أهلا بكم إلى موجز جديد من القاهرة الإخبارية. واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على وسط وجنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين. واستهدف طيران الاحتلال منازل المواطنين بمدينة رفح جنوب القطاع، واستشهد 8 فلسطينيين على الأقل، بينهم 3 أطفال وأصيب آخرون. كما استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون في غارة لطيران الاحتلال استهدفت تجمعا للنازحين بإحدى رياض الأطفال ببلدة الزويدة وسط قطاع غزة. وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في غزة بأنها مبالغ فيها، مطالبا بوقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين في القطاع. وأضاف بايدن أمام الصحفيين في البيت الأبيض أنه يبذل جهودا لإقناع الحكومة الإسرائيلية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا ضرورة التوصل إلى هدنة دائمة في قطاع غزة ومنح الفرصة لتحرير المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية. قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدة اقتحامات بالضفة الغربية مدعوما بآليات وجرافات عسكرية شملت مدن طول كرم وقلقيلية ونابلس، كما اقتحم بلدات بيتا وبيت فوريك وباقة الحطب وحجة. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن شابا أصيب بالرصاص الحي في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، حيث وقعت اشتباكات عنيفة مع مواطنين فلسطينيين أطلق الاحتلال خلالها قنابل الصوت صوب المواطنين. أعلن المتحدث باسم الجيش العراقي يحيى رسول أن اللجنة الثنائية العسكرية العليا بين العراق والولايات المتحدة ستستأنف أعمالها بعد غد الأحد. وأفاد المتحدث باسم الجيش العراقي أن اللجنة ستجتمع لمناقشة وجدولة إنهاء مهمة التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في البلاد. أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الضربات الجوية التي تم تنفيذها في العراق وسوريا تشير إلى مقتل 40 مسلحا مدعوما من إيران. وأفاد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر بتوجيه 16 ضربة جوية ضد الحوثيين في اليمن نجحت في تدمير 35 هدفا. وأشار إلى أن الضربات الأمريكية ضد الحوثيين استهدفت أنظمة الدفاع ومنصات إطلاق الصواريخ التي تستخدم تهديد السفن بالبحر الأحمر. ولمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، إكس، إنستغرام ويوتيوب. ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11.7.47 فيرتيكال، كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. أشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.